بتخبط؟ انت داخل زريبة؟ نزلت من ورا ظهري؟ جاي تترمي في حضن حبيبي ده؟ وديني وديني، ما هتشوف الشارع تاني. انت اتجننت؟ انت هتمد ايدك عليها قدامي ولا ايه؟ قدامك وقدام هات خمس خيل. الست دي بتاعتي بتاعتي، يعني اعمل فيها ما بدالي. واذا كان اهلك ما علموكيش هترمي رجلك، فانا بقى هعلمك. بساط ايدك، لو اتمدت عليها تاني انا هقطعها لك. صلى تتكسر ايدك. ونبي يا ابني كنا جايين نطمن على ابن خالها لا اكتر ولا اقل، مش كده يا ابني؟ عمتي وبنتها جايين يطمنوا عليا. فاطمه بنت ناس وبتفهم في الاصول وبتعرف ازاي تصون، تعرف ازاي تصون جوزها. وانت لو هوبت ناحيتها تاني انا هخليهم يترحموا عليك بحق وحقيق. يلا يلا بس بس يلا يلا. هو امس لا خلص يا خو، لا لا